قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. تناقلت وسائل الإعلام الجزائرية صفقة 24 درون وينغ لونغ ضد الدبابات عبر مصنعها الصيني AVIC نقلا عن مينا ديفنس في 23 من سبتمبر 2021. ستبدأ في الشهرين القادمين وتنتهي في 2022 بثمن 5 ملايين دولار للوحدة، 7 مرات 700% أقل ثمنا من الدرون الأمريكي MQ9. وعمل هذا الطراز في حقل العمليات في كل من مصر واليمن، ويعرف الجزائريون CH4 قبلا أي بحدود 5 سنوات الماضية. ويمكن أن تستخدم هذه الطائرات الوينغ لونغ 2 القنابل الموجهة والصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ أيضا جو أرض BA7 الموجهة باللايزر UZ212 212 والقنبلة الموجهة LS60 بذات 50 كيلوغرام، وهي مطورة لاستخدام الصاروخ الجديد المضاد للدبابات ريد أراو الموازي لجافلان الأمريكي. لكن الصفقة السرية التي يؤكدها الفرنسيون جاءت الأولى لتغطية مباشرة لما يجري عليه الحال الآن ضد الجدار الدفاعي، ومن جهة أخرى فإن المخابرات الفرنسية تجزم بأن الجزائريين فاوضوا ل3 إلى 5 وحدات من CH6 التي ظهرت في معرض زهاعي، رغم أن بكين رسميا لم تعلن عن هذا الطراز، وهي مواجهة للهجمة الإلكترونية. وندرك أن هذا السلاح هو G16D أو CH6، وهي تطوير عن CH5 خصوصا بشكل T. وهذه الدرونات المواجهة ضد الدبابات بوزن إقلاع ب7.8 طن بحمولة قصوى تصل إلى 300 كيلوغرام لطائرة التجسس و2 طن للمهمة المزدوجة، نحن يتأكد من خلالها أن هناك أساسا ما يوازي أفنتشر الأمريكية أو الغربية، تقول ذا درايف في آخر تقرير لها. وتعول الجزائر على الصين على صعيد تقنياتها وعلى صعيد درونها لمراقبة تأمين استغلال مشروع غار جبيلات 170 كيلومتر جنوب غرب ولاية تندوف. وقد أثار في 70s القرن الماضي مشكلة إقليمية وحدودية إلى الأجل القريب بعد تسوية الوضع من داخل الاتحاد الأفريقي، وحاليا جرى استغلال 3 ملايير طن عقب توقيع شراكة مع 3 شركات صينية MCC وأيضا CWI وهايداي. وسينقل حديد جبلات نحو مدينة بطيوة في وهران باستعمال شاحنة كهربائية وقطار خاص، وهو ما أنهى نقله تماما عبر المحيط الأطلسي. واليوم يسير تأمين جديد بشأن هذا الخط بين بشار تندوف وغار جبلات نحو ميناء مستغانم، جزءا اليوم يعد جزءا من القدرة الجديدة للصين التي بدأت بتأهيل لميناء الحمدانية بشرشل إلى ميناء الوديب عبر شبكة طرقات وسكك حديدية. الجزائر اليوم تحاول أن تستثمر كل ما لديها خصوصا على صعيد الحديد قبل صفقة الحديد في أفغانستان. هناك اليوم نفس الشركات في غار جبلات، هم نفس الشركات تقريبا التي تحاول أن تصل إلى صفقة مع طالبان بخصوص استغلال حديد أفغانستان. اليوم غار جبلات تقدمه اليوم الصين عن غيره من الأسواق وغيره من الحديد لجودته، وثانيا لقدراته اليوم التي يمكن أن تعطي أفقا آخر كمنصة صينية باتجاه غرب أفريقيا عموما. المسألة لا تتعلق فقط بالسياسة، إنما أيضا بالجانب الاقتصادي في هذا التطور الشديد الآمية. من جهة هناك رغبة في شراء الدرونات، هذه الدرونات
ستكون لتأمين هذا المشروع على الوجه الأكمل. ولذلك فقد رأى الصينيون أن يكون وينغ لونغ هاد اثنين هذه الدرونات اليوم هي التي ستستثمر ضد المدرعات على وجه التحديد، وهذا لديه فائدة أساسية في تأمين تندوف بشكل كامل و170 كيلومتر عن تندوف، وهذا يعني أن غارش بلاد الذي أثار إشكالا كبيرا حدوديا وإقليميا لمدة طويلة جدا إلى حين أن حسم هذا الوضع مع الحدود الموروثة عبر الاتحاد الأفريقي، فإن الوضع اليوم يذهب باتجاه أولا نقل إلى وهران إلى الطيوة في وهران وفي علاقة مباشرة بأنواديبو وششل، وهذا يقصد منه الصينيون تماما خلق جسر ما بين الميناءين. المسألة تتعلق اليوم بخط مينائي، ثانيا بخط سككي نحو بطيوة في وهران، وثالث مسألة أن هناك تقدير جوي للتأمين عبر الدرونات. كل خارج بلاد، كل حديد خارج بلاد سيتم تأمينه عبر الدرونات، لأن الجزائريين يعرفون منذ 5 سنوات CH4 على أقل تقدير، وهناك أيضا هذه الصفقة اليوم المؤمنة من طرف الدرونات الصينية. لكن الوضع العام بالنسبة لخارج بلاد طرح إشكالا حقيقيا بالنسبة للCH6 على الأقل حسب المخابرات الفرنسية. اليوم هناك إمكانية لتجاوز CH4 التي لدى الجزائر إلى CH5 التي وعد بها الجزائريون، ونحن نتحدث عن CH6 التي تقول المخابرات الفرنسية أن أي استثمار للحديد بهذه الطريقة سيستدعي مباشرة حضور CH6، وهذا الذي يمكن اليوم التأكيد بأن هناك تطور غير مسبوق بالنسبة للتعاون الصيني الجزائري إن تمكنت الصين من الوصول إلى خارج بلاد والاستثمار بهذا الخصوص. إغلاق الحدود يفيد من جهتين أننا أمام إعلان حرب في حال أي مساس بمثل هذا الاستثمار، ثانيا أن هناك التعاطي مع أي وضع استثنائي بالقصف والإسقاط، وهذا يؤمن بشكل أكبر أن يكون هناك طيران حر للدرونات في مراقبة هذا القطار على وجه التحديد الذي لن يكون تأمينه كاملا إلا بإغلاق الأجواء. لذلك فقد كان التقدير موجها مباشرة باتجاه الإرادة الإسرائيلية المحتملة وباتجاه التقنية الإسرائيلية التي وضع الجزائريون أمامها التقنية الصينية. هذه هي النقطة الأولى الأساسية، لكن هناك نقطة أكثر سرية في أن غارج بلاد هو حديد سيكون للصين 100%، لكن بالنسبة للأمريكيين وخصوصا عبر الإسبان فإنهم يرفضون هذا الاستثمار الشديد الأهمية والاستراتيجي والتاريخي بمنطقة أن الصين سيكون لديها منصات ستلتهم نواديبو، ستلتهم مستغانم والحميدانية وأيضا وهران، وانطلاقا من وهران القاعدة الرئيسة بالنسبة لكل البحرية العسكرية الجزائرية، سيكون مثل هذا الوضع شديد الخطورة بالنسبة لمصالح أمريكا في كل المنطقة. صحيح على أن في الحرب الباردة لم يسمح الأمريكيون للجزائريين باستغلال، وأيضا من خلالهم الاتحاد السوفيتي آنذاك لم يسمح لهم باستغلال غارج بلاد، اليوم أصبح الوضع مختلفا للغاية وأصبح هناك ترسيم للحدود ليس عبر 72 واتفاقية 72، وإنما أيضا وهذا الأهم أن هناك الاتحاد الأفريقي المشرف على هذه الحدود الموروثة كحدود مرسمة ورسمية. اليوم هناك دفع لثمن هذا الدخول أيضا للاتحاد الأفريقي لأنه يعطي تأمينا كاملا لخارج بلاد ولهذا الحديد ولهذا الاستثمار
من جهة ثانية أن الأمريكيين خسروا حديد أفغانستان وخسروا حديد الجزائر دفعة واحدة. الفرنسيون متعلمون للغاية أمام هذا الدور الصيني المكثف الذي لن يسبقه أحد لهذه المنطقة. هذا يعني مباشرة أن الاقتصاد سيكون بشكل كامل للصين. وبالنسبة للروس للآس 400 والآس 500 والسخوي 57 وغيرها، يعني أن الروس والصينيين اليوم في الجزائر خلقوا قاعدة ومنصة يمكن أن تكون قارية بما تحمل الكلمة من معنى. هذا الذي دفع مباشرة من يريد الحرب أن يتحرك. لذلك سنجد أن هناك الرافضون لهذه الصفقات ولهذا الوجود الصيني يهددون بخيار الحرب. خيار الحرب سيدفع ثمنه الجميع ولن يكون في صالح الجميع. لذلك فما يجري الآن من دعوة إسرائيلية للحرب، دعوة ومحاولة من الإسبان للقول أن الصين اليوم سيكون وضعها مؤثرا على غرب القارة، لكن في حقيقة الأمر فإن محاولة التمييز اليوم ما بين الجزائر ومصالحها لا يهم الآن الصين أو الروسية، هناك مصالح متداخلة مع الجزائر. لذلك فهذه المصالح هي مصالح جزائرية بالأساس، لا يهم من يكون الشريك. ولذلك فإن الأمريكيين يدعون فورا إلى حوار من أجل أن يكون بمثابة بناء آخر، لا يهم أن يكون البناء الصينيا، لأن من الصعوبة بمكان وفي وقت سابق رفض الإسبان أن يكون هناك حول سبتة وبليلية استثمارات صينية مؤثرة. هذا نعلمه لأن مدريد عارضت مثل هذه الوضعية، اليوم ترفضها أيضا من خلال استثمار حديد غار جبلات. لا يتوقف الأمر عند هذه النقطة على وجه التحديد، بل إن هناك رغبة فرنسية في أن يكون هناك ثقل جديد للصين ولموسكو في باماكو خصوصا، وأن باماكو اليوم تستعد لإعلان شراكة مع الصين، شراكة اقتصادية إلى جانب هذه الاتفاقية مع باغنر، ومع على الأقل وما بعد المكالمة بين لافروف وما بين لودريان وزير الخارجية الفرنسي وجدنا أن هناك اتفاقا لوصول ما يسمى بالمدربين وأيضا المستشارين العسكريين إلى باماكو، بعيدا عن باغنر، عن الألف عنصر التي لا يريد الفرنسيون سماعها الآن ويهددون. التهديد الجاري اليوم هو تهديد موجه إلى تفجير المنطقة، لأن المصالح الفرنسية ضاعت في الجزائر وستضيع مستقبلا في باماكو وفي مالي وفي النيجر أيضا. وهذه الاستقلالية اليوم اتجاه الضامن الفعلي لها وهي روسيا، يدخل اليوم الفرنسي مع الروسي في توافقات من أجل إعادة تقسيم السوق هناك. لا يخدم هذه الوضعية بأي حال مثل القرار الذي تم مباشرة من خلال أولا استدعاء درون وينغ لونغ 2 و24 منه، وهذا مطور بشكل أكبر عن سالفه من السي اتش 4، وبعدها مباشرة سيكون مؤهلا للتعاطي مع التحدي، أي تحدي بالنسبة للدبابات، هو مضاد للدبابات ومضاد للمدرعات، وهذا يعني تأمينا مباشرا لتندوف من خلال هذه التقنية الصينية. لأول مرة تحضر الصين بتقنيتها العسكرية من أجل تأمين صفقة تجارية، هذه النقطة الأولى. والذي أراده الصيني على وجه التحديد أن تكون هناك 24 طائرة ستتحول إلى 35 وستؤمن بحوالي 40 طائرة، وهذه كلها ستكون في صالح أمن المنطقة على وجه التحديد وتأمين نقل حديد غار جبلات. المسألة الثانية والأكثر أهمية أن هناك سي اتش 6 وهي مواجهة أساسا لضرب أي إيرون في سماوات الجزائر، أي درونات ستكون مواجهة بشكل مباشر إلى
إسقاط كل درون أو حرقه. أنا نذكر بشكل جيد أنه في الأسد الأفريقي، وبعد تجاوز الام كيو الأمريكية حرق الأمريكيون طائرتهم بعد تجاوز الحدود الجزائرية، وقبل أن تصل إلى الحدود الجزائرية أحرق الأمريكيون. هذه هي النقطة الثانية، مما يعني أن هناك اعتبارات كبيرة للمسألة العسكرية على الحدود الغربية الجزائرية، وهذا شيء يعتبره الأمريكي بأنه إعطاء أو تسليم للصيني في قضية اقتصاد المعادن. والمهمة الثانية وبشكل أكبر سيكون للصفقات العسكرية لروسيا، سيكون هناك إعادة تقسيم لكل هذه المنطقة، ففرنسا وأمريكا ستذهب في الاتجاه الآخر، فيما الصين وموسكو ستكون في الاتجاه الجزائري، وهذا التقسيم الموضوعي لهذه المصالح سيكون مؤثرا جدا على جيوسياسية المنطقة بشكل كامل. المسألة الأخرى والمهمة أن حضور CH6 على وجه التحديد إلى الجزائر، والمخابرات الفرنسية تؤكد أن هناك 6 إلى 8 وأقل تقدير 6 ستكون في مواجهة الإيران، وستعزل الإيران الإسرائيلي أيا ما انطلق. نحن نتحدث اليوم عن إيران في إسبانيا، عن إيران في غرب الجزائر وأيضا في جنوبها، وهذه الإمكانية اليوم قائمة لأن الأمريكي سيستعين فورا بالإيران الإسرائيلي هناك، وأيضا اتفاق حفتر مع المخابرات الإسرائيلية لتسليمه الإيرون. نحن نتحدث الآن عن إيرون الإسرائيلية في كل منطقة إلى حدود جهة جبل طارق، مرورا بكل جوار الجزائر سنجد الإيرون الإسرائيلية. المزيد من الضغط الإسرائيلي بالتواجد في غرب الجزائر وأيضا في شرقها حفتر سيكون له مآل شديد الأهمية أمام استدعاء درون CH6، وهذا الذي يعطي أهمية لهذه الصفقة السرية جدا والتي نشرتها المخابرات الفرنسية للتأكيد على صعوبات شديدة الأهمية اليوم بالنسبة لفرنسا في المنطقة. اليوم تعتقد فرنسا أن بحضور CH6 الصينية ستكون صعوبة كبيرة على التعاطي مع المصالح الفرنسية، وهذا الذي جعل الفرنسي اليوم يضع في خانة واحدة أنه تحت التهديد المباشر، ولذلك ففلورنس بارلي وأيضا جزء من الرئاسة الفرنسية تريد إعادة النظر في سحب هذه القوات الفرنسية، وأيضا MQ9 الأمريكية هي التي ستكون في مواجهة CH6، فيما الإسرائيلي يريد بالإيرون أن يكون حاضرا في شرق ليبيا وجنوبها وعلى الحدود الجزائرية. وهذا ما يفيد من جهتين أننا أمام تطورات رهيبة عسكرية يصعب معها معرفة إلى أي حد يمكن قيادة الوضع بدون حرب، إغلاق الحدود وغيرها إجراءات تمنع الحرب. القول أننا أمام مشهد ما قبل الحرب هذا واقع ليس حقيقي على حد الأمريكيين والفرنسيين على حد سواء، يعني تقييم المخابرات الفرنسية أكيد منطقهما أننا لسنا أمام حرب على كل حال، وأن الجزائر اليوم في تطور ملموس لاستثمارات هائلة بالنسبة لمعادنها عبر الصينيين، وأيضا لتقنيات صينية غير مسبوقة في أفريقيا وفي العالم. ولذلك فإن هذه الأجرعة اليوم التي تقول عنها المخابرات الفرنسية بأنها أجرعة سريعة ستمكن الصينيين من تأمين كامل مصالحهم في الجزائر، يفيد أن السلاح الروسي والدرون الصيني يتواكبان معا ويتماشيان معا في تأمين كامل للجزائر ضد إسرائيل على وجه التحديد وضد تقنياتها. والإيرون الآن شبه معزولة، هذا واقع الحال أمام تطورات تؤكدها الآن فرنسا من خلال امتلاك الجزائر عبر الصين للـ CH6
السكس. وأيضا وهذا هو المهم أن هناك قدرة جديدة في وصول هذه الظلماء إلى 50 و11. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.